السلام عليكم، ده الفيديو الثالث اللي هنتكلم فيه عن الإديتورز. احنا وقفنا الفيديو اللي فات هنا، تمام؟ لو ما اتفرجتش على الفيديوهين اللي فاتوا انصحك ارجع شوفهم تاني. دي حاجة. الحاجة التانية متنساش تعمل سبسكرايب، ولو عجبك الفيديوهات شيرها مع اصحابك، تمام؟ طيب الدي وين ده السوفت وير بتاعه اسمه دي جي يو اس، عشان الناس اللي بتاخد الكلام حرفيا. ماشي، ده اسمه دي جي يو اس، تمام؟ اس دي كي او سوفت وير ديفلوبمنت كيت. والتاني ده هتلاقي السوفت وير عندهم في حاجتين، اللي هو اللونج تيرم وفي بقى اللي هي الإصدارات المحدثة، هيقولك مثلا 5.6، 1.6 وهكذا. هنشوف الفرق بين الاتنين، تمام؟ خلينا نروح على الموقع ذات نفسه ونحمل من عليه السوفت وير ونشوف. هو أنا عندي الاتنين أصلا أهو، محملهم تحت هنا، بس أنا عايز أوريكم اللي موجود على الموقع برضه. لو انت جيت هنا المفروض بقى ايه شخص، انا ما حملتش ال سبورت داونلود. خلينا نكتب مثلا، احنا بندور دلوقتي على اللي هو الدي جي يو اس سوفت وير. موجود اس دي كي، جميل، سوفت تولز، بس المشكلة ان الموقع فيه حاجات عليه بالصيني، فدي احد العيوب بتاعته. اهو زي ما انت شايف كده، في ابديت نازل 30/11. خلينا نحمل ده مثلا داونلود. طيب على ما يتحمل خلينا نروح للنكست اين، نيجي هنا نقول له داونلود نيكست اين اديتور. غير لما يفتح الاول، تمام؟ اهو تيجي هنا تلاقيه بيقول لك اديتور فيرجن كذا، اهو هنا ده اللي هو ماشي. حمل الداونلود. خلينا نرجع نشوف اللي كنا بنحمله. في الاديتور في اتنين اهو، اللونج تيرم سبورت او اللونج تيرم سيرفيس، وعندك هنا النكست اين سيرفيس 1.16 بوينت بوينت واحد 1.61.2، تمام؟ خلينا نحمل اللونج تيرم. تحمله نفس الكلام. خلينا نفتح ال ده تحمل. نفتح ده، فونت كونفرجن. خلينا ندخل على ده على طول. انا افك الضغط احسن. اكستراكت.
قال اوكي نقفل ده. انا مسطب ده اشغله دلوقتي اهو. ده اللينك استاين دي ونسبت حتى مقرفين عشان اوصل السوفت وير بتاعكم. ماشي السوفت وير التاني فتح اهو. تمام، الواجهة يعني كلها انجليزي وحاجة في منتهى البساطة. خلينا نفتح لك مثلا حاجة، آخر حاجة بتعملها المفروض برضو هتبقى في فيديو حاجة زي كده. السوفت وير التاني فتح اهو، شايف الجمال. طبعا السوفت وير لانجويج، يا سلام في انجليزي حلو. ايوه نفس الكلام يعني، ده السوفت وير، ده الابديت اللي هم منزلينه اخر حاجه، ده جميل جدا ظبط الدنيا اهو. بس زي ما قلت لك المشكله السوفت وير بيسهل عليك الدنيا يعني، هتلاقي برضو في اوبشنز كتير جدا. تمام، اهم حاجه الهاردوير يبقى متماشي مع السوفت وير. فانت لو حد زي ما قلت لك الجريد بتاعك اندستريال، ده هيكون كويس جدا بالنسبه لك. وان شاء الله كده كده هنجيب اجيب واحدة دي وين ان شاء الله برضو نشتغل عليها غير النكست اين دي. تمام، طبعا لو نيو مثلا ماشي 480 في 272 اقول له اوكي. ممكن تضيف بقى صور الكلام ده، بس هنا يعني مش عارف هما هنا عاملين ايه ده. يعني ممكن تضيف اي حاجة انت محتاجها بقى من الحاجات دي. تمام، display preview from current page. طبعا لسه هتضيف بقى الصور اللي انت محتاجها، مش عارف ايه resolution. سو هنا في مشكلة تانية، ان هما هنا ما عندهمش debugging، بمعنى ان انا ما اقدرش اعمل سيميليشن للحاجه اللي انا صممتها. خلينا نروح على الايديتور التاني اللي دي يعني تعتبر نقطه قوه بالنسبه لهم. ده مثلا تصميم انا مصممه، ممكن اجي هنا اعمل ديباج. دي بالظبط الشاشه اللي هي النكست تايم، ونفس النوع بتاعها وكل حاجه انت مختارها بالظبط. لو انا جيت ضغطت على ده بيقول لك عدد الأجهزة اللي شغالة، 1 2 3 4 5 6. تمام، فده اللي أنا كنت عايز أوصله، إن السوفت وير لما يكون سهل هيسهل عليك الدنيا. فحتى هنا هو بيقول لك إيه، send command to current simulator، يعني انت هنا شغال على simulator ممكن تبعت للشاشة على طول اهو next iron device، او ممكن تعمل simulator و next iron device في نفس الوقت. يعني ممكن المحاكاة دي اطبق اوصل للشاشة، واللي انا هعمله هنا يبقى بيتطبق على الشاشة على طول. فاهمين قصدي؟ فدي برضو ايه حاجة تانية، ممكن تعمل ريبوت للشاشة،
ممكن تعمل ريبوت للسيميليتور، تمام، ممكن تعمل كالبريشن للريال تايم كلوك اللي بتبقى موجودة في الشاشة او السيميليتور ريال تايم كلوك برضو. anyway ممكن تبعت كوماند من هنا تكلم اليو ارت من هنا، المربع اللي موجود ده ده برضو نقطة قوة في البرنامج ده، تمام. ممكن تظبط البرايتنس، ممكن تظبط السليب مود من هنا، نفس الكلام. بص الوايت اريا اللي ظاهرة قدامك دي بالظبط بتمثل الشاشة اللي انت هتبقى بتتعامل معاها. يعني لو انت مفعل السليب مود هتلاقي الشاشة بتعمل سليب وبتطفي معاك والكلام ده كله، تمام. ده كده الاديتور بصوت. طبعا كل واحد من دول ليه شوية خصائص بقى، الألوان، مش عارف ايه القيمة بتاعته، الاسم، الكلام ده كله. ده اللي هنتكلم عليه بقى في الفيديوهات الجاية لو انت هتصمم من هنا من الاديتور. يعني ده كله متصمم هنا على الاديتور. طيب انا مش عايز اصمم مثلا من على الاديتور، ايه البديل؟ البديل بتروح، يعني خلينا نيجي هنا كده نقول انت بقى قدامك اوبشنين للديزاين، اما ان انت تستخدم الاديتور او ان انت تروح لاي يو اي ديزاين سوفت وير بقى، تمام، او ويب سيرفيس زي ما تحب. بس احنا بالنسبة لنا انا ان شاء الله يعني هنا هتكلم عن الاثنين، هتكلم عن اليو اي ديزاين بالاديتور وهنستخدم فيه الاديتور، وهنتكلم عن اليو اي ديزاين باستخدام ويب سيرفيس زي كانفا او كانفا، تمام، وهنتكلم عنه بالتفصيل. يبقى انا كده عرفنا نقطة القوة ونقطة الضعف لكل واحد فيهم، او يعني بلاش نقطة الضعف عشان محدش يزعل مننا. يعني اتكلمنا باختصار عن كل حاجة وعملنا مقارنة بين الاتنين، وقلنا لو انت حد هتحتاج شغال اندستريال او فيلد محتاج شغل عالي او كلام اللي هو ايه، محتاج حاجة ليها فريم ما تقرفكش في الشغل والكلام ده، مش حاجة فريمليس، ولا جهاز اللي انت بتعمله مش جهاز بورتابل او مش جهاز محمول مثلا، او مش هيتحط في قالك ازاي الاجهزة مثلا زي الشاشات اللي تقف جوه العربيات او الاوتوماتيف او الميديكال، الكلام ده كله خليك في الدي وين. محتاج حاجة فريمليس خليك في النيكست تايم بس، يعني الموضوع اسهل ما يمكن. مشكلة بس النيكست ايون هنا في مصر ان مش هتلاقي فيها غير نوع واحد بس، نوع واحد بس اللي متوفر هنا اللي هو الـ5 انش ده اللي موجود عند رام. واعتقد احنا لو كلمناهم ممكن يجيبوا ايه انواع تانية، بس على حسب يعني على حسب الطلب عليه. هي الفكرة ان هم بيجيبوا الحاجة على حسب ما هي مطلوبة، فالدي وين مطلوبة اكتر، لو النيكست ايون اتطلبت هتبقى موجودة وهكذا. بس انا كده ان شاء الله هنهي الفيديو هنا، وهيكون في فيديو جديد الفيديو الجاي ان شاء الله، هيبقى فيه مشروعين، واحد باستخدام الايديتور واحد باستخدام اليو اي ديزاين، تمام. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب تاني افكركم، ومحتاج بقى اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية ان شاء الله. يعني انا الفيديوهات هسجل مثلا فيديو تاني وهحتاج اقتراحاتكم على كل فيديو، الفيديو اللي جاي احط مثلا تطبيقات ايه، يبقى مثلا التصميم اللي هيتعمل يبقى سويتشز، يبقى في ديسبلاي، يبقى في ويف فورم كذا، احتاج اخد ارائكم يعني. فالمره الجايه ان شاء الله نفتح الاديتور مع بعض كده بالتفصيل بقى، ناخد كل نقطه. احنا كده خلاص يعني احنا رسينا هنا على الاديتور بتاع النيكست اين، تمام، هنتكلم عنه بالتفصيل بقى، ناخد كل تول جواه بتعمل ايه والكلام ده، ونبدأ بعد كده نعمل ديزاين عليه ونعمل له ديباج، نعمل له كومبايل، نشوف الانستراكشن جايد اللي موجود اونلاين. اه برضو في حاجة مهمة خلونا نشوفها قبل ما نقفل الفيديو ده، ميزة برضو نيكست اين ان هم عندهم حاجة اسمها بلاج، او اللي هو المدونة دي اللي الناس بتكتب عليها، اللي هم الفانز او الانفلونسرز بتوعهم يعني بيكتبوا عليها. فانت هتلاقي هنا ده مثلا بتاريخ النهاردة، تمام، ده بتاريخ النهاردة اهوت، او بتاريخ النهاردة ولا امبارح،
23 ده بتاريخ امبارح، ده من يوم 15 وهكذا. الناس بتبدأ يعني بتنزل حلول، تشار معاك حاجات وهكذا، ممكن تحمل حاجة تاني. في كتير، في حاجات كتير جدا يعني. تمام، ده بالنسبة للبلاج. في كوميونيتي ليهم، في سبورت، الدوكيومنتيشن بقى، في الانستراكشن سيت او اللي هي المساعدة ذات نفسها لما تيجي تكتب اكواد او الكلام ده. لو هتكتب ما هو انت ممكن الاكواد بتبقى نوعين، اما الكود اللي انت هتكتبه على المايكرو كنترولر اللي هيكلم الشاشة، او اللي انت هتكتبه مثلا على البي ال سي او ايا كان الحاجة اللي انت هتستخدمها، او الاف بي جي اي او الارم او ايا يكن الحاجة اللي انت هتستخدمها يعني. تمام، عشان تنتراكت مع الاتش ام اي دي، تبعت لها وتاخد منها داتا وكده. تمام، وفي الايديتور جايد، ده بقى بيشرح لك الايديتور شغال ازاي والكلام ده، بس الكلام كله كتابات. ده اللي احنا ان شاء الله هناخده بالتفصيل المرة الجاية. شكرا.